رد عليا. لمسك ولا ما لمسكيش؟ رد عليا. رد عليا. لمسك ولا لا؟ انا كده سيبوني يا باشا. الواد ده لازم يموت. هيموت يا باشا. موته. انا عايزك تطمن على الاخر يا باشا. الواد ده انا هخليه يلف حوالين نفسه، هيطلع من تحت ايدي وبيمشي في الشارع يحدف شبشبه ويجري ورايا القفل. واحد الله بقى يا باشا. قشطه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله. معلش بقى يا باشا، قلبنا لك دماغك. ازاي بقى يا عمر بيه؟ الباشا والدنا كلنا وده انفعال طبيعي للي حصل يعني. معلش بقى يا باشا بالراحه كده، فهمني اللي حصل. الموضوع يا عمر بيه ان الوالده قلبها كبير. تقريبا هي كانت في مشوار جنب محل الميكانيكي بتاع الراجل ده. وهي معديه شافته ماسك الصبي بتاعه وعدمه العافيه. العادي يعني يا عمر بيه، وهم بيعاملوا صبيان كده. لكن يظهر ان الهانم اتخضت شويه يا عمر بيه من المنظر. واتخانقت مع الراجل. وفي وسط الخناقه يعني انفعالها زاد شويه وحاولت تشد الواد من قدام الراجل. لكنه نسي نفسه طبعا ويعني وزقها. طب يا باشا انتوا عملتوا محضر؟ لسه يا عمر بيه. ماشي يا باشا بعد اذنك طبعا، يعني احنا هنأجل كل حاجه لحد ما اكلمك في التليفون. تحت امرك يا عمر. بعد اذنك يا ابني. امر يا باشا. الامور لنا بحد يفتح لنا. تحت امر حضرتك، انا هاجي مع حضرتك. اتفضل يا باشا. اتفضل. انا هنتقل عليك كده. اتفضل يا باشا. اتفضل. 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 انا طبعا مش عايز اعرف ايه اللي حصل. انا متاكد ان انت صح، بس انا عايز اعرف انت عايزاني اعمل ايه مع الراجل اللي انت عايزاها يتعمل، بس من غير ما تتاثري ببابا. انا عايزه الولد ده في المؤسسه بتاعتي. هو الواد يتيم؟ لا، امه موجوده والمفروض انهم بعتوا يجيبوها دلوقتي، عشان الراجل اللي همجي ده عايزها تشهد ان هو ما بيشتغلش من وراها. صعبه دي يا ماما. انا عارفه. طب والراجل؟ بصراحه يعني هو ما لحقش يزقني. انا اول ما لقيته بيمد ايده عشان يزقني اتخضيت ورجعت لورا وسبت الولد من ايدي. ايوه يعني لمسك ولا ما لمسكنيش؟ انا لو ما كنتش اتخضيت كان اكيد هيلمسني طبعا. يا ماما فاهم انا. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان انا اتخضيت. طب انت عايزاني اكتب في المحضر ايه بقى؟ انه زقك ولا انه هوشك؟ ايه هتفرق في ايه يعني؟ ما هو برضه غلط. هو من حق اي حد كده انه يهوش اي حد؟ ده طبيعي يعني؟ لا يا ماما مش طبيعي، بس تفرق كتير. لو زقك يبقى لمسك يبقى تحرش. انما لو خضك بس، انا اعرف اربيه بطريقتي من غير ما نعمل له قضيه تحرش بقى ومحضر رسمي. مش عارفه بقى، بس باباك مصمم. مالكيش دعوه بابا. المهم انت، بابا دمه محروق، انا هتصرف معاه. الامر عايز ايه؟ عمر بيه. ايمن باشا. صباح الفل. صباح الفل. ليك ضيف عندي مستني في المكتب، انا قلت استناك هنا في نبطشيه الحاج. ده مين ده؟ ده فتح حكومي. فتح حكومي مين؟ ابو عادل فالنتينو. عايز ايه على الصبح ده؟ انا مش طايق اتكلم معاه بصراحه، انا ضيفته لغايه ما انت تيجي. يا اخي الناس دي بيجيب لي دي التنفس على الصبح كده. لا 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 لا، ليه تنفس؟ ما ينفعش، اضرب دي. اشمعنى يعني؟ هتسلك الهواء. بتعمل شغل؟ نافورة هواء. ماشي. هبعتهولك بقى عشان المكتب عندي اتخنق. طب شوية واحدفه طيب. تعرف تلف. يا سيدي ادينا بنحاول. عمر بيه. يا صاحبي. الكومي بيه بره وعايز يقابل سعادتك. هات يا عم. حاضر. اتفضل يا كومي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا باشا. السلام عليكم يا عمر بيه. اهلا منور يا كومي بيه. الله يسلمك. اسف على التاخير. لا ابدا ما حصلش حاجه. اتفضل اتفضل سعادتك اتفضل. كان الله في العون. منورنا يا باشا. نورك يا عمر بيه. تشرب ايه سعادتك؟ متشكر قوي. لا ازاي؟ لازم تشرب حاجه. يعني انا مش عايز اشغلك، لو كان ولا بد يبقى قهوه مظبوط. طبعا يا باشا. قهوه مظبوط للباشا. منور يا باشا. نورك يا عمر بيه. سيجارة سعد. لا أنا واقف الحكاية دي لأن الدكتور لو خد خبر هيضربني بالنار. يلا أوفر برضه. قوم يا باشا. عمر بيه، إيه رأيك نخش دغري في الموضوع؟
مثل بيقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. نمشي عدل. نخش عدل. عمر بيه لو لك اخ وغلط غلطه ممكن تعمل معاه ايه؟ حسب الغلطه. يعني لو غلط غلطه تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ لا انا الغلطه اللي تزعلني لازم تكون كبيره قوي. اصلا زعلي بيزعل قوي يا باشا. تمام. طب يعني لو فرض وغلط غلطة كبيرة تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ مش عارف. يعني امر طبيعي انك تقرص ودنه. اه عشان كده انا مش عارف. ايه اللي مش عارفه بالظبط يا عمر بيه؟ اصلا القرصة بالنسبة لي في الغلطات الصغيرة باشا. لكن لو الغلطة كبرت القرصة هتزيد حبتين. ممكن اقطعها. اه وقلبك هيطوعك؟ ما هو لو الغلطه كبرت قوي لدرجه انها تزعلني اكيد قلبي هيطوعني يا باشا. مش هتفرق معايا خصوصا ان هو مش هيموت. بس ما يبقاش قلبك اسود مش هتريد عمر بيه يا باشا. اؤمر يا باشا. الامر لله. الموضوع يتعلق بابني عادل. بقول يعني ما ينفعش السكه اللي انت واخده ليها دي. ما ينفعش ليه؟ علشان ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش اني ولد من عيله محترمه ابن ناس لمجرد انه اتورط في نزوه ممكن يتورط فيها اي شاب من سنه في اي حته في العالم لدمر مستقبله عشان واحده زي اللي اسمها رباب دي. ايوه هي مالها بقى يا باشا اللي اسمها رباب دي؟ لا مفيش. يعني هي بنت عايزة تعيش ولكن لما تفهم إنها هتقف للقطر ترضى بنصيبها. طب ولما تفهم إنها هتقف للقطر بقطر تفتكر هترضى بقليلها يا باشا؟ وربي أنا قلت بنصيبها يا باشا. قليلها نصيبها مش فارقة. هي هي ما تدقش. كمل يا باشا. كمل إيه بقى؟ ما أنت ناوي تركبها القطر أهو. أؤمر يا باشا. أؤمر. الأمر لله. أنا بقول مهم يا ابني الموضوع ده ينتهي ودي. الأمر صاحب الأمر ونعم بالله. والموضوع ده في إيد اللي اسمها رباب يا باشا. لازم هي ترضى. هو ده اللي يرضي ربنا ونعم بالله. إحنا ما قلناش حاجة. نشوف إيه اللي يرضيها وهي على حالها كده من غير ما تحس إن وراها ضهر. لا يا باشا ده شغلي بقى. لو شفت واحد مظلوم لازم اسنده الا لو حسيت انها كدبت. واضح بصراحه كده ان البنت ما قالتش حاجه فيها كده بدليل ان حضرتك سايب شغلك ومصالحك وجاي لحد هنا ومستنيني بقالك ساعه عشان في الاخر تقعد معايا وتساومني. سوري يعني بمعنى مؤدب تفاوضني. المقابلة خلصت يا باشا. تقدر تفضل من غير ما تقول عشان انا عندي شغل ومصايب متلتلة فوق دماغي مستنياني. مصايب من اللي بجد. مش خلفة جدرها الفسدان جاي يساومني عشان سلامتها. ما تتصورش سعادتك انا مبسوط قد ايه بالمقابلة دي. تشكر. تشكر قوي يا عمر بيه. ده من دواعي السرور سعادتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا باشا. ايوه يا فادي في حاجة؟ في واحد مستني ساعتك بره اسمه مفتح بيكم يا فندم. مفتح الكومي. ده جالنا قبل كده هنا؟ أول مرة يا فندم، بس بيقولوا إنه والد زميل عمر بيه في الاسم. اه وده عايز إيه؟ مش راضي يقول السبب يا فندم، وكمان مش واخد معانا. طب بص أنا دماغي مش رايقة دلوقتي. خليه كده قاعد شوية وأنا أول ما أفضى أقول لك يخش لنا إمتى. أوامر يا فندم. يلا بالسلامة. هو كده الموضوع ببساطة، لا أكتر ولا أقل. محدش يدخل دلوقتي. اتفضل يا باشا.
يعني القصد يا سلطان باشا ان ما حدش مننا ولاده مش غاليين عليه. وكل ما بنشوفهم بيكبروا قدام عينينا وبيحققوا الاحلام اللي كنا بنحلمها عشانهم غلاوتهم بتزيد. طبعا احنا شقينا في تربيتهم. بس غير مؤاخذه يعني ما ينفعش اقول للجنابك ما ينفعش نقول لك خليك مطرحي. ما ينفعش لان كل واحد برضه له حساباته وله دماغه اللي بيها بنفهم انه وافق على تصرفات ولاده وعياله. بس يا باشا اسمح لي يعني برضه الواحد قلبه ما يجدوش لو شاف ان ابن التاني مستقبله يضيع ويقف كده يتفرج. سلطان باشا العشم ما قطوعش وانا بفهم وميز واقدر كويس قوي الشخصيات الكبيره اللي زي معاليك كده. بالك لو انت جاي تشفع لابنك اللي انت اصلا ما عرفتش تربيه ولا تعرفه دنيته ايه ولا دينه ايه كنت قبلت، لكن انت جاي تعرض علي حاجه مسخه مسخه زيك وزي كلامك وانا في ايدي دلوقتي اخليك تخرج بره الباب ده وتذبح الكلين ليه كفاره لكل الكلام الماسخ اللي انت قلته. روح ربي ولدك الاول وعلمه كيه يبقى راجل وتعالى اتكلم معايا. اتفضل. فضل. حاضر. ربي ولدك كيه الرجاله. اقفل الباب وراك.